السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خلال الفترة الضغط للشيلة كان تحت قوات الكهرباء، نضغط في الكهرباء في قوات الكهرباء صارت لا تنسي المشكلة حتى لكن هنا نغطي ده ونحط ده نحن نصور الحاجة المساوئ بتاعتها اللي هنا في أربع مسامير عشان نحل نشوف المشكلة بتاعتها. نحل الغطاء بتاعها كده مرة نشوف تخرجات دي بتاعت المفتاح نقفل على جنب على المسامير نطلع الكابل بتاع المكنسة هو ده اللي بيتش في القفص الاخبار هنا ازاي نكشفه واحدة ممكن الكابل كده شغال ولا لا هنجيب السيريال طبعا ممكن تكون المشكلة دي في تيجي لفت عند الموتور فين كده مش قادر يشتغل مع الحد مظبوط كده هو السلك فصل اهو كمان عنده الموتور السلك التاني يعمل لك تست للغير هي عامله شرطه زي ما انتم شايفين اهو عند الكونتاكت بتاع الكهرباء فانا هقيسه دلوقتي بالسكه عشان اشوف ان الكابل شغال ولا لا شايفين اهو ابتدي قبل اي حاجه اهو بقيسه كده شغال كده شغال المشكله اللي احنا نجيب حته صنفره ونصنفر الجزء ده كده ونعمل تشيك على الموتور تاني نشوف شغال ولا لا هنعمل تسعة على الموتور ونشوف شغال ولا لا جنب السيريا تنور كده عملت انا المفتاح اهو كان في الصنفرة وصنفرت وعملته اهو نعمل تسعة على الموتور كده الموتور شغال كده بقى نجرب بقى ايه هنجرب الموتور ونقفلها نجرب المفتاح ونشوف الدنيا فيها كده بقى ايه نحط المفتاح ونجربه ونشوف الناس شغال ولا لا نعمل تشكيلة بتاع الموتور نجيب المفتاح بتاعها انا بقى الموتور كده نشوف شغال ولا لا الفيشة ماشي نجرب كده نشوف كده المحمسة كده اتعملت اتصلحت نبدأ بقى ايه نقفل فيها كده مثلا نبدأ نقفل الغطا
نبدأ بقى بالخدمة. الخدمة بتاعتهم على فكرة سهلة إنك تبتدي أفشلها، أنت ممكن تعملها في البيت لوحدك. هنا نركب المفتاح بتاع ده، نركب الغطا، نركب الجزء الأخير الفرن اللي هنا ده الأخير اللي تحت. إذا نركب اللمامة بتاعتها ونضرب ونشوف، نضرب على السكينة الأول. نضرب على الكهرباء. كده احنا خلصنا شرح النهارده بتاع السلم العضوي للتنفيذ، السكر بتاعها، والسلام عليكم ورحمة الله.